هو أحد أروع المناظر الطبيعية في العالم، وهو أخفض بقعة على وجه الأرض وأكثر المسطحات المائية ملوحة وأغناها بالمعادن والأملاح الطبيعية، مما يجعله كنزاً من كنوز الأردن. هذه المعادن أوجدت واحدة من الصناعات الفريدة والرائدة في الأردن، وهي منتجات البحر الميت المتنوعة والنادرة. برحب فيكم مشاهدينا معنا في حلقة جديدة من برنامج صنع في الأردن. طبعا مشاهدينا، احتلت منتجات البحر الميت مكانة مميزة في مجال العناية بالبشرة والعلاج والاستشفاء من العديد من الأمراض الجلدية، ونالت هذه المنتجات شهرة عالمية، وهي تعتبر أحد عوامل الجذب السياحي للمملكة. طبعا مشاهدينا، هناك العديد من الشركات والمصانع قامت بتحويل خامات البحر الميت الغنية بالمعادن الطبيعية إلى العديد من المنتجات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل، وقامت بتصديرها لكافة أنحاء العالم. خليكم معنا بهذه الجولة من خلال برنامجنا حتى نتعرف أكثر على هذه الصناعة الوطنية. تابعونا. ويتفرد البحر الميت عن غيره من البحار بحوالي 10 أضعاف المعادن والأملاح الموجودة فيه، ويعتبر البحر الميت من الموارد الطبيعية في الأردن، وهو مليء بالمعادن الطبيعية ذوات الخواص العالمية للعناية بالبشرة والجسم والشعر، ويساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية. تمتاز أملاح البحر الميت بأنها أملاح علاجية غنية بعدة معادن، منها المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم، وعدة معادن نادرة أخرى غير موجودة في أي منتج ثاني. الإنتاج يتم في شركة النميرة هو بالتحسينات الفيزيائية للمنتج، بأي رطوبة، بإزالة أي رطوبة، وبتصنيفه على حسب الحجم الحبيبي له. هاي الأملاح هي بتم استخراجها بعد عمليات مستمرة من التبخير لمياه البحر الميت، بنتج في قعر الملاحات الصناعية مادة الكرنلايت، ويتم استخراجها عن طريق حصادات خاصة، ويتم نقلها إلى المصنع. وبعد نقلها إلى المصنع، شركة النميرة بالآليات المخصصة يتم نقل مادة الكرنلايت إلى مصنع النميرة. غير أملاح البحر الميت يوجد طين البحر الميت. طين البحر الميت هو طين مكون من آلاف السنين في طبقات الأرض ورواسب البحر الميت، ويمتاز أيضا بوجود عدة معادن نادرة كما في البحر الميت، بما أنه المصدر نفسه كما في أملاح البحر الميت. طين البحر الميت يتم استخراجه من شواطئ البحر الميت بعمل حفر عميقة على عمق 2 و3 متر في البحر. يتم استخراج الطين الخام، يتم خلط هذا الطين لجعله متجانسا مع مياه البحر الميت، ومن ثم تنخيله إلى أقصى درجات النعومة للحصول على منتج شبيه بالكريمات سهل الاستخدام كقناع للجسم. شركة النميرة رافدا رئيسيا لمياه وزيوت ومحاليل وأملاح البحر الميت والطين العلاجي، حيث توزع لكافة المصنعين في المملكة وتصدر لجميع أنحاء منتجات البحر الميت طبيعية 100%، حيث يتم استخلاص الطين يدويا واستخراج الأملاح من المصادر الطبيعية ضمن البروتوكول التصنيعي المعتمد لكل مصنع، واعتماده من قبل هيئة الغذاء والدواء للتأكد من سلامة المواد الفعالة. في التطوير المستمر تم إنشاء مصنع خاص لتعبئة وتغليف منتجاتنا ضمن المواصفات العالمية، ومصنعنا أيضا حاصل على عدة شهادات عالمية ومحلية، أهمها شهادة التصنيع الجيد GMP من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى شهادة هامة جدا للتسويق والبيع في الأسواق العالمية، وهي شهادة حلال. كما أن منتجاتنا تدخل في تصنيع مستحضرات التجميل مثل الكريمات والشامبوهات والصوابين، وقد أثبتت فوائده على المستوى المحلي والعالمي. إحنا كمنتجات أردنية نعتبر فخر للصناعة الأردنية بكل أمانة، لأن منتجاتنا قدرنا نطورها بشكل كبير
ونحصل على شهادات عالميا معترف فيها بشكل أساسي للتصدير. فإحنا هاي المنتجات تعتبر جاهزة بشكل كامل وتنافس أرقى الماركات العالمية من حيث الجودة، من حيث الاستعدادات الجديدة لأن نكون أصدقاء للبيئة في التعبئة والتغليف. الآن المفروض يكون في له كثير أكبر من هيك انتشار وأكبر من هيك سرعة انتشار. يعني عدد الشركات لغاية الآن حسب علمي بين 35 إلى 40، في يعني بتغير الأرقام كل فترة وفترة. الصادرات تبعتنا بالنسبة للجانب الآخر من البحر الميت تعتبر متواضعة. في جهود فردية بتنعمل أكيد وبشكل كثير كبير زي معارض وبعثات تجارية وأشياء زي هيك، ولكن الانتشار نحكي عن 30 سنة تقريبا لغاية الآن مش مرضي. البحر الميت بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي كصناعة رائدة وفريدة ميزت الأردن عن باقي بلدان العالم، وآنذاك كان هناك 3 شركات أردنية تقوم على صناعة وتصدير هذه المنتجات. أما اليوم فقد أصبح هنالك العديد من تلك الشركات كمدخلات إنتاج أو كمواد أولية أو كعمالة، كلها عمالة محلية، فبالتالي القيمة المضافة لهذا المنتج هي قيمة عالية جدا. ميزة إلها وجود البحر الميت وهو أنا بسميه هوية حقيقية، مواد متفردة فريد منها بالعالم كله، الجودة عالية كثير، واشتغلت الشركات على حالها حتى أنه صارت مرخصة وصار عندنا شهادات. تصديرنا بشكل رئيسي كان توجهنا لأسواق شرق آسيا، يعني إحنا استطعنا بفضل من الله أنه نصدر منتجاتنا لشرق آسيا لدول مثل الصين، لفيتنام، كمان إلى دول نسميها شمال آسيا وشرق أوروبا زي دول روسيا، أوكرانيا، كازاخستان، أذربيجان، بالإضافة إلى مجموعة أسواق تقليدية. وتحظى منتجات البحر الميت بسمعة جيدة محليا وعالميا، وأن جودة هذه المنتجات وثقة المواطن الأردني بها ساهم بشكل كبير في التسويق والترويج لأحد أهم وأبرز المنتجات والصناعات الوطنية. أنا درست وعم بشتغل ببريطانيا، فجاي زيارة على الأردن، وكل ما أجي على الأردن بحب أني أعطي للناس اللي درست معاهم أو الدكاترة درسوني، وهلأ الناس اللي عم بشتغل معاهم منتجات البحر الميت. أول ما سافر ابني درس بسويسرا، أول إشي أخذت له منتجات البحر الميت لأنه منتجات كتير منيحة وصناعة محلية أهم إشي، وأسعارهم كمان بمتناول الجميع. يعني إن قطاع منتجات البحر الميت من القطاعات الواعدة والرافدة للاقتصاد الوطني.